حسب المنشا على كل الاحمال حسب برضه ايه مبنى الاستاد خلاص سكن التجاري ده القصه اللي بعدها طبعا هنا مش قلناش حاجه اسمها الغلطه ولا بيتها القصه دي كلها صح نخش بقى كده على الشرايط وثالث حاجه خطوه اللي هي المندي مود ديجرام احنا قلنا لو الغلط بتاع سيمبل كان المود بتاع تساوي ده بيتبع التمازج على 8 فاكنين 2 10 و 10 و 10 انا خليها تزعل منك ليه 10 و 8 و 10 اكتر من كده يبقى 10 ضرب 12 12 12 12 الباقي 12 لغايه فين لحد جاب الاخير خلاص اتفقنا بس قلنا عشان نستخدم الحاجات دي كلها عن شرطين فاكرينهم الاسمان نفس الاسمان او 20 في السبب كله بس ممكن في تجاوز نسبه 20% في الدنيا تمام على مش دلوقتي نخش على رابع خطوه قلناها المره اللي فاتت برضه كان موضوع ايه الزاين الممتع موجود وقلنا نبدأ بمين الكبير دلوقتي نوصل لغاية 5 في 10 فكانت القصة دي وقتها وبعد كده خلاص بقى يبقى انا عندي ممتع موجود وعندي دي كان بتساوي بنقدر كام دي تي ناقص كفر هو واحد بس مصحصح والباقي كله نايم يبقى تي ناقص كفر صح كده كنا بناخد الدي بتساوي كام 1000 ناخد ال1000 يبقى 1000 1000 وما بلاش 100 صح كده القانون نكتمه ولا عارفينهم عارفينهم دي بتساوي سي واحد قد الـ ultimate على الـ سي في الـ دي وبعد كده الـ ستين بتساوي الـ ultimate على الـ ايه في الـ في الـ دي بس قلنا في حاجة هنا اللي هي بقى معلم السي لا تقل عن 3 السي لا تقل عن 3 ايه الـ ستين حسبناها بعد كده نعمل ايه بقى عدد الاسياب بتاعتي اكبر من او يساوي 5 اكبر من او يساوي 10 عدد الاسياب لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 10 اعتقد ان احنا ده اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات صح كده قول عايز تقول ايه لما احنا بنصمم بنصمم الحديد يعني بنجيب الاستي الجزء اللي بيبقى حديد ضروري والجزء اللي بيبقى سفلي والثاني بيبقى 5 من 10 ولا ايه الثاني بقى ديت اللي هي اللي هو انا جبت الجزء اللي انا جبته ده بيبقى حديد ضروري تاني ايه بقى التاني كلمه التاني دي حديد علوي أوه. لا مش شرط احنا مش في كاميرا احنا في بلاطه البلاطه مش شرط اصلا يكون في حديد علوي اصلا فيه البلاطه اللي انتوا عملتوها في البلد عندكم عارفها كان بيعمل شبكه سفليه بس فرش وغطا دي حديد سفلي مش فيش حديد علوي ولا سؤالك على الغطا امال تاني انت عندك البلاطه اهي صح كده البلاطه دي سمكها مثلا ولا 18 سم انا حسبت الحديد بتاعي طلع في الاتجاه ده وليكن يا عم طلع 6 فوق 10 في المتر سؤالك بقى هنا الحديد العلوي اللي موجود فوق هنا ولا الحديد الغطا بتاعه اللي في الاتجاه ده لا مثلا احنا في الجزء وجبنا الحديد مثلا 6 فوق 10 ما خلاص انا جبت 10 ماشي المفروض بقى يبقى فيه الغطا اللي هو عملت العلوي يبقى المفروض فيه سفلي 5 فوق 10 لا بقى ركز معايا انت كده مش فاهم المفروض انا عندي سفلي مش شرط يكون في حديد علوي مش زي الكاميرا انت سؤالك بقى من الاخر اللي هو ايه ستيل داش اللي احنا كنا بنعمله في الكاميرا اللي احنا كنا بناخد 15% من الاي اس تي دي سؤال مش موجود في البلاطه خلاص كده مش موجود في البلاطه لكن لو سؤالك بقى ان دي كان الغطا بتاع الفرش بتاعي فانا عندي في نفس البتاع في نفس الشبكه في حديد في الغطا يبقى 20% يعني لو عندي البلاطه تحت اهو من الشارع على القمر من الاربع اتجاهات ودي العمود ودي العمود ودي العمود انا حطيت الحديد بتاعي اللي هو 5 في 10 اللي هو ده او 6 في 10 اللي هو ده اللي هو ده انا حطيته في الاتجاه ده صح كده فانا عندي في الغطا في الاتجاه الثاني اللي هو ده سؤالك بقى على الغطا ولا كان سؤالك على الحديد العلوي؟ الحديد العلوي ما فيش حديد علوي. طالما ان السمك البلاطه بتاعي ما زادش عن 16 سم وانا هقولها لسه بعدين. خلاص؟ يعني مش شرط من الاخر ان انا عندي اي حديد في حاجه اسمها الاس داش زي الكاميرا لما نعمل في الكاميرا. ما فيش الكلام ده. الكاميرا لازم نعمل حديد علوي عشان حديد تعليق كنات. انما في البلاطه مش الكلام ده. خلاص تمام؟ انما لو سؤالك بقى على الحديد اللي الغطا اللي هو ده اهو اللي هو في الاتجاه الثاني اللي هو في نفس السفلي برضه. يعني دي حديد في الاتجاه ده وحديد في الاتجاه ده لما نسمي بعض. لا على حسب البلاطه اللي تحت 1 واي ولا 2 واي
طب لو هي 1 واي وانا حسبت الحديد بتاع الاتجاه ده يبقى الحديد في الاتجاه الثاني والنمبر اللي فات كان بيساوي كام؟ 20% 20% بناخد 5/10 على طول في الاتجاه الثاني دول النمبر اللي موجوده من اليونيفرسال صح؟ انما لو 2 واي بقى لا انت بتحسب في الاتجاه ده مره وتطلع لها حديد وتحسب مره في الاتجاه الثاني وتطلع لها حديد زي اللي هنتكلم فيه النهارده لسه بقى خلاص كده؟ انا هتسال ثاني سي كود ده بتطلع 2.785 كود تمام؟ نبقى ترى ما عارفين برضه من المره اللي فاتت بس هنا عشان ما نضغطش الخرسانه دول المره اللي فاتت برضه ولا تقل عن 3.5 4 بس كلمه 3.5 4 مش كود خلاص باشمهندس هقول لك الحديد اللي عينه بقى اللي هو في المومنت النيجاتيف بيتحط ازاي في السيجنال احنا شفنا بس الرسم المره فاتت ايوه طب هنتكلم فيه ثاني ايه ده هل انت سؤال ثاني هل انت سؤال خمسه تي اس هتساوي بنسبه ميل شوت على 35 لو ضغطها في اتجاه مين؟ اتجاه مين؟ ايوه في اتجاه ايه بقى؟ عايز ميل شوت اتجاه ميل شوت ميل شوت مش اتجاه اللونج اتفقنا؟ على مرة كتير الموضوع ده تي اس هتساوي ميل شوت على 40 لو في اتجاه ميل شوت بقى تعالى كده انا في ميل شوت ماليش دعوه باتجاه طويل لو ميل شوت كنترول من ناحيه واحده تي اس هنقسم ميل شوت على 45 لو كنت نص من ناحيتين واكد عليك تاني في اتجاه مين؟ زيرو شورت يعني عندي بلاطه 4 × 5 الحاله دي هي تو واي خلاص اتفقنا تو واي في الحاله دي عشان اجيب تي اس هتساوي زيرو شورت ولا اللونج الاول؟ زيرو شورت ما تنساش تشتغل معايا مفيش حاجه جديده زيرو شورت انا عندي زيرو شورت اللي هو 4000 اقسم على 35 ما نسيت اللي هي 35 يعني لو في بلاطه ثانيه هنا اقسم على 35 ليه؟ لان اللي يهمني في اتجاه مين؟ اللي شورت اقسم على 35 لو في بلاطه جنبها ثانيه اقسم على 40 فاهمين قصدي؟ انا كان في اتجاه مين؟ اهم حاجه ابص في اتجاه الاربعه موازي للاربعه خلاص مفهوم كده؟ اقسم على 35 40 45 نفس اللي قلناها عند 10 12 14 15 16 وهكذا اعيد اللي انا قلته ولا انت فاهمني اقول طبعا يعني اقرب لاقرب رقم عدد زوجي اللي هو بس بيتكلم في 10 12 سنتي 10 سنتي الوحيد بس اللي ممكن 15 16 مفهوم؟ ليه 15؟ طبعا 18 ما عنديش مشكله المهم رقم ايه؟ زوجي رقم زوجي خلاص كده؟ طب انت مين ما قلناه بكام؟ 10 10 ايه؟ 10 ايه؟ 10 دي كود 10 كود و12 تنفيذ انما كود قلنا كام؟ 8 سم دايناميك اقل حاجه في مينيمم كام؟ 12 لا ما تقولش 10 تقولش 10 دي 12 بنقول تاني في مينيمم هتساوي 10 سم دي تعمل فيه الاستاتيك هناخدها 8 سم دي كود ماشي كده؟ في مينيمم تساوي 12 سم في الدايناميك مفهوم؟ طب انا اعمل اخر معظم شغلنا غالبا انا بقول هي بكام؟ خلاص اتفقنا؟ حد وصل لغايه دلوقتي؟ اعتقد ما قلناش كام جديد عن الون واي المره اللي فاتت بس في معدل الارقام دي اللي اتغير. 12 سم 12 سم سمك البلاطه تحتي لو في فايبريشن او اي احمال عندك مصنع مثلا ولا حاجه في مكان فيه احمال دايناميك ما قلش عن سمك البلاطه على 12 12 14 وهكذا ماشي كده؟ نخش على الخطوه رقم 2 اللي هو موضوع ايه يا رجال؟ اللي المفروض انتم ما تملوني احنا خلينا نشوف حاجه النهارده جديده. بس خطوه واحده يقول خلينا في سنه ثانيه بس اول حاجه القانون بتاعي ده بيوتم ديس هتساوي 1.4 دي دوت كونكريت زائد الفلور كفر زائد 1.6 في لايف دوت اعتقد القانون نفس القانون اللي احنا خدناه ماشي كده؟ طيب في الون واي كنا بنقول خلاص الدنيا هنا حلوه وخش على الخطوه رقم 3 فاكرين ولا مش فاكرين؟ لا الشريحه والقصه دي لا هنا في نقطه بس هي لازم هنا متوقع بقى النقطه دي اللي هي ايه بقى؟ ما فوتت بس كده؟ اللوجستيك مش التحميل والتوشن ايه توشن؟ بس انا اكد بالصوت ده هتساوي ال على ال شورت نضرب هنا ما لناش كلام لسه صح؟ لسه ما لناش كلام قلنا هنا بقى معلم ركز بقى دي الاختلاف الوحيد اللي ما بينه وما بين المون واي ماشي كده؟ عندي هنا بلاطه صح كده؟ دي الطول الكبير ودي الطول القصير حلو كده؟ طيب انا عايز اجيب الار بتاعتها الار بتاعتها بتساوي الطول الكبير على الطول القصير مش كده؟ بس قال لك عشان موضوع الكنترول او سيمبل القصه دي كلها تضرب في فاكتور في المقام في الوسط تضرب في فاكتور فين؟ في المقام في المقام تضرب في ام وام داش ايه ام وام داش بقى والقصه دي كلها؟ فاكتور الام دي فاكتور على حسب الطول الكبير بتاعه يعني من الاخر الام بتاع البسط فاهمين؟ والام داش بتاع المقام هنشوف بقى الام لو اللوج بتاعي الام بتاعي سيمبل او كونتينوس ناحيه واحده او كونتينوس ناحيتين لو سيمبل
واحد. يبقى الاثنين من تحت بتساوي واحد. لو سمبل لو حطوا نقص من ناحيه واحده بتساوي سبعه. هتساوي بوينت 8-7. لو حطوا نقص من ناحيتين بتساوي بوينت 7. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. طبعا الارقام ديت الام والام داش برضه. الام داش برضه بس اهم حاجه ركز بقى ان الام بتاعت الام والام داش بتاع الام شورت. فاهمين؟ تعمل شوف ارقام عشان نشوف بقى الدنيا بقى اسهل. عندي بلاطه ثانيه اهو. 5-4. الار بتاعتها بتساوي كام؟ خمسة على أربعة. يبقى عندي هنا في الحالة دي هتبقى 5-4. أصل بقى في فاكتور فوق وفاكتور فوق. إيه الفاكتور اللي فوق؟ أول حاجة بص في اتجاه الخمسة، يعني في اتجاه الخمسة موازي للخمسة، موازي للخمسة. مفيش بلاطة على يميني ولا في بلاطة شمالي. يبقى في الحالة دي أضرب في كام هنا؟ واحد. ليه واحد يا معلم؟ عشان سمبل. طب نيجي نبص في اتجاه الأربعة. واحد. أضرب في كام؟ اللي عمال يتساوي ده، أضرب في كام؟ أضرب في واحد. خلاص واحد ده عشان ما في بلاطه يمين ولا شمال. طب نفترض ان انا عندي بقى في بلاطه هنا ناحيه ثانيه يبقى فوق بوينت. انا عندي نقص هتساوي برضه 5-4. 5-4 مش هتتغير في حاجه. خلاص بس تعمل شوف اتجاه الخمسه موازي للخمسه اهو. موازي للخمسه انا عندي البسط بتاع الخمسه. اضرب في كام؟ اضرب في بوينت 8-7. انا عندي هنا اضرب في بوينت 8-7. طب الاربعه اضرب في كام؟ لواحد ليه؟ انت في بلاطه هنا ليه؟ في بلاطه هنا اهي اتجاه ماليش دعوه مش في اتجاه. يبقى انا عندي بقى كام في اتجاه الاربعه؟ يبقى اضرب في مين؟ واحد. طب نفترض ان انا عندي باكيه ثالثه كمان هنا اهو. باكيه ثالثه كمان هنا اهي. يبقى انا عندي تساوي 5-4. اضرب الخمسه بكام؟ الخمسه بكام؟ بوينت 7-6. يبقى عندي هنا بوينت 7-6 واللي تحت اضرب اربعه بكام؟ عندي في بلاطه هنا وفي بلاطه هنا برضه ماليش دعوه. انا كان اهم حاجه في اتجاه الاربعه يبقى اضرب هنا في واحد. فاهمين ولا لا؟ اهم حاجه عندك يبقى عندي البسط ابص في اتجاه البسط والمقام ابص في اتجاه المقام. مفهوم ولا لا؟ طبعا اللونج دي ما شاء الله شغال معايا واللونج دي ان شاء الله نايم على نفسه في معاد وعين انت عشان ما تضمرش. ايوه. يبقى احنا جبنا مين؟ الار. بعد ما اجيب الار يا معلم اخش اجيب منه ايه؟ الالفا واجيب منه البيتا. طبعا في الكود هتلاقي في جدول للالفا والبيتا. هتلاقي ان الار بتساوي 1 هتلاقي بدا من عندك بكام؟ 35% او 35%. طبعا في جدول في قانون بيقول لك ان الالفا بتساوي نص الار ناقص 15%، البيتا بتساوي 35% على الار تربيع. عايز تحفظه ماشي، مش عايز تحفظه خش في الجدول. هو كان بس هنفتح شويه بس بتتكلم بعد. هل بس الناس تفهم؟ هو كان الكلام يبقى الالفا جبناها والبيتا جبناها ماشي؟ حد اتصل لغايه دلوقتي؟ اعتقد الدنيا سهله ولا ايه؟ من ينام مني؟ طيب نكمل. لما قرب وهتلاقي 1.2 صح؟ هتلاقي 35% مثلا ودي مثلا بوينت 3.8. انا مش فاكر رقم كام صراحه. انا عندي مثلا لو طلعت 1.05 تعمل ايه؟ كنت توصل الاثنين. يبقى انا عندي بوينت 3.6 مثلا بوينت 3.6 توصل الاثنين. او ناس من يجيبوا دماغك ما تعرفش تحول ده اصلا ما فيهاش قوه من الامتحان. القانون قانون سهل مش صعب يعني. ماشي طيب كده خلصنا. بعد كده بس فاضل حاجه واحده اجيب الدبليو الفا اللي هي بتساوي الالفا اللي انا جبتها في الدبليو ادمنس اللي عندي واجيب الدبليو بيتا اللي هي بتساوي البيتا اللي جبتها في الدبليو ادمنس. ملحوظه بس يا رجاله القانون اللي طلع اهو الفاكتور بتاع الوحدات بتاعته كام؟ كيلو بس تقف مربع الوحده هنا كيلو نيوتن على المتر مربع انما هنا مدى الخلف هضرب متر كيلو متر على المتر طولي طول الله ينور عليك كيلو متر على المتر كده جبنا الدبليو الفا وجبنا الدبليو بيتا. اعمل ايه بعد كده؟ اصمم بنخش على ثالث خطوه اللي هو موضوع الشرايح والمومنت والقصه دي كلها. هل في كلام جديد نتكلم فيه النهارده؟ مفيش اي كلام جديد. مش عشان كده مش هنتكلم. يعني ايه؟ السيم دبليو 8 دبليو 10 او 12 8 10 10 10 12 وهكذا. فاهمين انا بقول ايه؟ المهم ما فيش اي كلام جديد عشان اتكلم فيه. نفس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. نفس النظام اي احمال عندي تقوم شارحها في الاتجاه. هتتكلم في نقطه مساحه الاتجاه. رقم 3 خلاص المهم كده. رقم 4 الديزاين. هل في كلام جديد نتكلم فيه؟ لا مفيش اي كلام نتكلم جديد نتكلم فيه. خلاص المهم دي موجود عندي دي بتساوي تي ناقص طايت ناقص كام بقى؟ ناقص بشمهندس دي بتساوي تي ناقص 20 بس البي بتاخدها بكام؟ 1000. ونخش تصمم في اهم حاجه اخر في الاخر اللي هقوله لكم بعدها شويه اهو اللي هي الستيل بتاعتي مع المخلص اللي هي ستيل اهم حاجه ايه بقى؟ 5 عدد السيخ لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 10
فواحد سأل سؤال قال لي لما استخدم مثلا بحل لقيت 12 سيخ فاير 10 يعني المفروض ما اسالش السؤال ده اصلا ازود القطر زود القطر خلاص بس ايه الفرق بين دبليو الفا ودبليو بيتا عشان حمل الورق في اتجاه قصير حمل الورق في اتجاه كبير يعني ايه الفرق بينهم مش فاهم وصلهم لكل واحده ايوه طبعا يعني انت هقول لك حاجه هناخد مثال هناخد مثال بعدين مثال ولا طبعا عندي بلاط اهي وعندي بلاط ثاني اهي وعندي هنا في باكيه وعندي هنا وكله تو واي البلاطات كلها تو واي مش كده عندك هنا في حمل الورق في اتجاه ده وحمل الورق في اتجاه ده وحمل الورق في اتجاه ده وحمل الورق في اتجاه ده وهكذا اعمل لما بعد ما حللت بقى اطلب كل باكيه احللها اطلب بيها خلي بالك تمام اعمل ايه هاخد شريحه في اتجاه ده وارسمها هنا واخد شريحه في اتجاه ده واخد شريحه في اتجاه ده واخد شريحه كل واحده ليه بقى معلم عندي اول حاجه حمل في حمل في اتجاه ده ومع حمل في اتجاه ده يبقى دي الشريحه بتاعته ايوه صح طبعا. عندي حمل هنا لوحده في اتجاه ده يبقى الشريحه دي لوحده في الاتجاه الراس عندي حمل في اتجاه ده فاهم ولا لا طب نفترض ان الميه دي وان واي دي بس مثلا بين هو واي في اتجاه ده الحمل في اتجاه واحد شاطر اقدر عليه يبقى عندي هاخد انا غصب عني هاخد الشريحه دي مش عايز كلام هاخد الحمل دي مع الحمل ده صح طب الشريحه دي هتبقى موجوده اصلا لا. بس هاخدها 5 دي الاختلاف بس ان انا اقوم شريحه شايل الشريحه دي 5 في 8 الله ينور عليك بعد ما اصمم بقى دي بقى اصمم مقاسم اقوم حاطط في الاتجاه ده 5 10 خالص خلاص يبقى فكرني بكلمه 5 في 8 او في 10 انت بتقولها دي 8 عمال نتكلم انت بتقول 5 في 8 صح وفكر لما نيجي نرسم بقى في الحته دي تمام ان 5 في 8 ان 8 ايوه ايوه شرطتين وشرطه يعني في حاجه ماجريت والنايت انت 8 2 بقى لا مش شرطه الله ينور عليك وصله مش موجوده في السوق بقى عشان احط جنب في اللوحه 10 10 لكن الكود ينفع تستخدم 5 في 8 بس الاسياد خلاص يعني بس عايز اكرم مش بتاع القناه مش بتاع القناه هل السؤال لغايه دلوقتي؟ هل السؤال؟ عايزين بقى ناخد مثال من الشيت اللي عندكم والفيلم ايه رايكم؟ عبارة عن كابولي باكية وباكية وباكية مش كده؟ مش اتفقنا؟ نحل؟ بس اما انا مش حل بقى مش هلحل انتوا اللي تحلوا معايا هو اللي عايز تقول قبل كده طيب؟ يلا قول اول خطوة نعملها ايه؟ بوصف من نفسه طب ما تيجي انا باجي تعالى معاك تعالى عشان تخلينا نلف جامد كده بوصف من نفسه اول خطوة نعمل ايه؟ نسلم نسلم بسم الله الرحمن الرحيم هي اول خطوه نسمي طبعا اول حاجه هنسمي البلاطات عندي اس 1 اس 2 اس 3 ودي نسميها اس 4 او كانت او سي 1 يعني تقريبا ايا كان اسهل من اس 4 فرق كتير قول يا معلم اول حاجه سمينا البلاط اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 نعمل ايه بقى على صوتك نفرض تي اس رقم واحد كان نفرض تي اس وما احنا بنعمل ايه لا كل ده مش نفرض تعرف نفرض يعني ايه يعني خدها كذا خلاص نحسب الاس يبقى عندنا اول حاجه طيب مظبوط كمان عشان نشوفها قبل الكونكريت دايمنشن هبص على الباكيه واحده واحده كده صح كده تعالى نكتب في البلان نكتب في البلان على طول بتاع البلاط اول حاجه هنجيب هنا الار فاكرينه مش فاكر الار بقول معايا طب نكتب الاول الارقام الاول انا عندي دلوقتي التون الكبير كام نكتبه الاول بس الاول يبقى نكتب هنا 6 على 5 على 5 صح كده بعد كده بقى انا معلم 7 الله ينور عليك عامل نص اتجاه 6 6 في اتجاه 6 قلت له سمعت نضرب في كام لا انت عندي منك كده بوينت 8 7 طب في اتجاه 5 نفس الرقم يبقى انا عندي بوينت 8 7 من شاء الله الحسبة طلع الرقم ده مش كده؟ اللي قاعد قدامه لابس اصفر قول يا معلم بس عايز اقول ارقام بسرعه الكلام ده سهل احنا قلناه كذا مره يبقى انا عندي اول حاجه نكتب الار بتساوي 6 في بوينت 8 7 على 6 في بوينت 8 7 يعني تقول يا اخي بتساوي 1 صح كده؟ خلاص 1 و2 من 10 دي 1 و2 من 10 ماشي حلو كده اللي بس انا بص قدام منه يا ريس قول معايا البلاطه اهي 10 ما توترش وديني حلو والله سهل 10 على 4 ليه 10 ليه بقى؟ ليه خلاص دي 6 6 يبقى 11 يبقى انا عندي هنا الار بتساوي 11 على 4 على 4 الله ينور عليك اضرب ال 11 في كام بقى؟ لو قلتها صح لما توجدها 1 1 مش عايز صوت يا جماعه 1
مقتنع ولا اصلا عشان هم بقى واحد مقتنع كويس الله يسامحكم بقى الاربعه الراحه مش فاهمينه مثلا بتشوف غلط يا واحد غلط انا غلط واحد غلط ها ده لو كام ليه مو 7 6 ايوه انت مقتنع برضو ولا عشان قالها اللي قدامك قالها ها تمام كويس وبعد ربنا في ايه بوينت 7 6 ماشي كده 3 كم 3 6 من 10 ان شاء الله طب الكابولي اللي جنب منه ده مستصفى كابولي يبقى كويس ما تحسبش الارض مش اسمه اب كابولي يبقى انا عندي كابولي كله وان وين طيب دي تمام اللي هو نور تو وين 3 6 من 10 وان وين خلاص يبقى عندي فيها واحد صح كده طيب نرجع بس معلش الاس 1 اس 1 طلع 1 من 10 وان وير تو واي انا عايز ناس تشتغل معايا معلش وان وير تو واي طيب الالفا تروح مع مين والبيتا تروح مع مين الالفا مع قصير ايوه فرحت الالفا مع قصير اللي هو كام اللي هو 5 انا عندي الالفا وهنا بيتا تروح في الاتجاه ده صح ولا عكس الناس اللي علينا برضه صح ولا عكس صح تاني انا عندي الباصره تحتي 6 في 5 الرسم صح ولا عكس صح لازم تقسم على 3 عكس صح 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 بطل مع كبير صح انا عندي الفا اضرب في اتجاه 5 الفا استاذ اضرب في اتجاه 5 وبيتا اضرب في اتجاه الطويل لا 6 شايف تعالى اقعد اهو مكان واسع وحلو اهو بتكتب طيب هنا الفا جدع الالفا بتساوي بيتا بمكان مركز الله ينور عليك الفا هي زي بيتا انا عندي الفا في اتجاه وبيتا بتساوي اتجاه ليه يا معلم انا عايز حد يلا وبنا عشان بتساوي واحد الله ينور التليفون ده يقف اصبع برامج ليه وان واي في الاتجاه ده وكان تليفر وان واي في الاتجاه ده لغايه كده تمام حلو كده لا انا بعمله كده كده يعني كاتبينه كده بقول لك حلو روح الاتجاه ده مش كروس كده فاهم ولا لا طيب كده بعد ما عرفنا وان واي ولا تو واي نخش على الخطوه الثانيه بتاعتنا مين بترضى مش تقول يا معلم لا بصوي اعمل ايه لودنج في الثانيه كده اخش اعمل ايه طب ودي اعمل بقى ايه ما حدش يتكلم بعد اذنك معلش قول يا معلم ايوه تسمع لي بقى على حسب بلاطه خلينا في بلاطه بقى دي اللي اس 1 ده يبقى انا عندي دلوقتي عندي احسب التي اس 1 هتساوي على سته بلاطه نص صح كم 5000 مش 500 احنا مش شغالين بالملي يبقى انا عندي 5000 على 40 على اقسم على علي صوتك ليه 35 عشان ها كنت نص من ناحيه واحده وانا وي ولا تو واي تو واي كنت نص من ناحيه واحده نعمل ايه انا فهمت هي كانت 35 40 45 35 40 45 نسمع على 40 125 ملم سيبها دلوقتي خش على الاس كام الاس 2 اللي جنبه يا معلم قول تبقى 6040 شوف الراجل جاهز ما شاء الله يبقى 6000 على 40 الناس ركز هيكون كلهم مش غلط وانا مش ولا اصلا كلهم مش وراها 6000 على 40 هيطلع بكام 150 ملم نخش على الاس 3 اللي قبل منه لو البلاطه دي في متصل من الجنب الثاني البلاطه ده ايه متصل من الجنب الثاني في بلاطه ثانيه هنا ودي 6 ودي 6 ثاني 6 ودي 6 هنقسم على 40 ولا 45 ايه رايك انت فكر ما فكر هنا فكر كده ايه رايك نقسم على 40 ليه 40 عشان ناخد معامل امان تبقى البلاطه كبيره ما عليه مشكله 5 ليه 45 هي 45 صح بس ليه 45 بقى يا ما احنا كده مستمره هو سؤال بقى سؤال ثاني مش عايز سؤال هو دلوقتي بيقول ان البلاطه عندي 6 في 6 صح كده وعندي البلاطه دي ان خدمتنا ان هي بتكون نص الناحيه دي بتكون نص الناحيه دي خدنا 6 ناحيه دي 6 ناحيه هم الاثنين زي بعض صح قال لك اعتبر ان انا عندي البلاطه دي هنا اهو مش عايز اشتغل عشان اوصل بس في باكيه ثانيه هنا في الحاله دي انا عندي دي 6 ودي 6 صح صح كده فانا عندي اخر بقى 6 ده ايه واقسم على 45 ولا اخد ال 6 دي واقسمها على 40 هاخد ال 45 هاخد ال 45 اشمعنى تجاوب يعني انت اثرت اكتر بقى عشان الاستراكشر بيهيفير هتاثر
والله كلمه كويسه. 10 و 11 هي اصلا اكتر من كده. انا زود معايا في حاجه في نيجاتيف هنا ممكن نفسه على الكلمه كده اكثر. تجاه الحمل يعني تجاه الحمل بقى تجاه همشه الكاميرا مش اللي بيحصل سلوك الحمل. سلوك الحمل اللي على البيتا والالفا بيت. ايوه هو كده. انا في اتجاه البيتا الفا لان الحمل اتجاه الفا من سبب السؤال يا معلم الفا غصب عنك هو في اتجاه دي. طب دي عشان عشان معاك عشان اللي جنبها. نعم عشان اللي جنبها ولا ايه؟ عشان الاثنين هنا جنبها. احسب. طب بص على حاجه. اقعد احسب الار وشوف الالفا هتبقى في الاتجاه ماشي كده. الالفا هتبقى في الاتجاه ده فانا اصلا بحسب على الاتجاه الالفا صح ولا لا؟ ما فيش. انا عندي الاثنين زي بعض. ممكن تبقى الفا كده ممكن. لا الالفا مش بس كده بعض يا معلم. لا هنا 6 و6 فالالفا والبيتا زي بعض. لا طبعا انا كمان على الحاله انت قلت لي عليها استنى عليها مش على بيت. كم الحالة لو تبقى هنا الالفا ده بيساوي بيتا فقط كده مش تبقى هنا لان انت عندك ثلاثه 6 على 6 غلط مش مشكله. بس انا فوق هنا في واحد واضرب هنا في كام وانت بوينت 7 6. معلش يا ابو انا 7 انا بقول 7 6 صح طبعا. خلاص مش الالفا بتساوي بيتا فمين اللي ياخد بقى الالفا ومين ياخد بيتا؟ هذا افتجاه الالفا. عشان الالفا اصلا من الافتجاه ده فناخد الافتجاه الالفا. لو كنت قلت افتجاه الالفا خلاص كده 6 باشمهندس. طب لو الباك تحت لو يعني لو في باكية هنا في باكية هنا لا لو باكية لا شو شلنا باكية دي ما نفس الكلام. يبان عند الألفة أطلق في الاتجاه ده هو خلاص. وقلنا في حالة ده اسم عليها 45 بره نكمل نخش على تي اس 300 اللي بعد شوكم معلم. هو طبعا اعتقد دلك 10 دقايق وتفكر براحتك اهو. خش على تي اس 3 4000 على 40. شوف لو ده ازاي ان شاء الله. يبان عندي في حالة ده 4000 على 45 على 40 طلعت بكام؟ 145 صح؟ ودي 150 ودي 100 ودي 160 نعمل ايه مع اللي بقى؟ انا 150 و 160 نعم؟ هو حاجه ملوش علاقه ببعض. ركز بقى. دي اللي 150 ايوه ودي 160 عشان كده بصيت في الرسمه ودي 160 ماليش دعوه. انت عارف لو جم بعض هصدقها هقول لك ماشي. يبقى احنا عملنا حاجه استفدنا بيها. لكن دي 150 استفدنا بيها برضه لان في براده اضعاف النص اللي هي كام؟ اللي هي 10 سم صح كده؟ فانا عندي 125 غصب عنها هتبقى 140 مش عايز اتكلم. اه 140 خلاص؟ فاحنا ممكن نعمل ايه؟ هقول لك عشان نروح المبنى. انا خليت الاثنين دول 150 خليهم 150 ده رايك في الحل اللي احنا عملناه. وهنخلي برضه 800 ونخلي الكابون 160 حلو؟ حلو نكمل؟ نكمل. ماشي. نخش على ثاني خطوه اللي هو موضوع مين؟ مين اللي عليه الدور؟ قول يا معلم. انا عندي دلوقتي كام اس الاول؟ كام دبليو اس؟ دبليو نعم؟ اقفل اقفل الفيديو اقفل. مش كده؟ هو عايز اعمل كده؟ لا لا بس مش على الكيس اللي قال في النص اللي انت سبت الاربع تلاف على 40 اربع تلاف على 40 فين اللي مسك؟ انت فين 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 اللي على 40 انت صح؟ اما تخلص تضرب الاثنين مش واحد بس ماشي كده؟ اللون تخش على اللون. عندي اول حاجه هنا دبليو اقصد اس واحد هتساوي مين اللي عليه الدور؟ قول يا معلم 1/10 ما تقوليش لو 50 بزعل منك 15% ايوه 15% 25 زائد 2 زائد 1/10 صح كده؟ مظبوط ولا ايه؟ طب دي ايه الدبليو اوف اس بتاع واحد؟ معلش احنا المفروض 2 2 2 الله ينور عليك لان احنا الدبليو بتاعه 2 ماشي كده؟ شوف يطلع بكام؟ مفيش هذا يا حسن 12.85 12.85 كيلو نيوتن على المتر المربع فاكرين؟ اه طيب في المرة عشان يبقى خلصنا من اس واحد واس اتنين واس تلاتة هنعمل بس كده ايه؟ نضرب في الفا و بيتا ار واحد احنا جبنا ار اصلا كده جبنا ار احنا جبنا ار كده 1.2 يبقى انا عندي الفا واحد هتساوي نص في 1.2 ناقص 15% والبيتا واحد هتساوي 2.5% على 1.2 تربيع صح كده؟ شوف الرقم ده بتاع 45 طبعا الفا 2 بتساوي بيتا 2 بتساوي 35% كم؟ 45 45%
والبيتا كام بقى؟ 24. طب نجيب المره ده بالالفا 1 هتساوي 45% في 12 85 وعندي ده بالبيتا 1 هتساوي 24% في 12 85 وعندي هنا ده بالالفا 1 2 هتساوي ده بالبيتا 2 هتساوي 12 85 في 0.85 صح كده ولا نقول حاجه غلط؟ صح؟ ايه رايكم؟ فين الفا 2 صح ده مظبوط صح 10 ماشي ده الوقت بتاع الاستراتيجيه فين مين اللي هيبقى هيشتغل بقى حاسب اشتغل مين اللي عنده اول يا مهندس 1 1 1 1 1 1 1 طيب ده لو قلت الثلاثه نجيب الاصل بتاعتها والبيتا بتاعتها نعم مش اصلا هو بيتا دايما هو خلاص خلصنا منه ده لو قلت الست 4 بتساوي 1 10 16 قول يا معلم وين 16 25 25 زائد 2 زائد 1 6 صح كده الرقم ده مش صح هتشغل بقى حسب مش هتشغل بقى حسب فين لا في طبعا في واحد ده يا جدعان في الاولى 11 1 من 10 الاولانيه 11 كم 1 من 10 1 من 10 كم على الرقم ده جميل 13 و 2 13 و 2 كيلو نيوتن على المتر مربع احسبوا لي دول معلش بقى 3 ده 5 ماشي طيب بعد ما خلصنا بقى اللودنج نخش على ثالث خطوه اللي مين على الدور رايس معاك ليك معايا